وللوقوف على آخر تطورات الحرب في أوكرانيا بعد سقوط صاروخ على بولندا أو صواريخ على بولندا والتصعيد المحتمل بعد استهداف عضو في حلف الناتو، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. حياكم الله عميد عبد الله. مساء النور. أهلا بك عميد عبد الله. يعني بعد ثبوت عدم تورط روسيا في إطلاق الصاروخين وقتل مواطنين بولنديين، لماذا هذا التصعيد ورفع الاستعداد في كل من بولندا ومولدوفا أيضا برأيك؟ نعم بالتأكيد، هي يعني واشنطن تعلم وروسيا تعلم بأن روسيا غير مستعدة وغير سعيدة بأنها توسع مجال الحرب إلى دول محيطة بأوكرانيا، لأن طبعا بداية روسيا طبعا قدرت موقف العمليات على أو مساحة العمليات على الأرض الأوكرانية، وجدت نفسها بأنها من خلال الأسلحة يعني التقليدية الثقيلة والبالستية وغيرها من القوى الصاروخية وقوة الدبابات والمشاة، بأنها طبعا يعني لا تستطيع حتى أن تتخلص من موضوع أوكرانيا المنطقة الجغرافية المحددة. في الطرف الآخر أمريكا تعلم بأن يعني هذا الكم من الصواريخ التي سقطت على أوكرانيا طبعا لم يكن أي من الصواريخ أصاب بولندا، إنما هو عبارة عن دفاعات الدفاع الجوي المضادة للطيران سقطت هناك، إلا أنه يعني كون أمريكا هي القائد لهذه المعركة وتعتبر أن معركة أوكرانيا هي معركتها ومعركة الناتو ومعركة أوروبا، لذلك سارعت في الاجتماع مباشرة لإعطاء الموقف زخم كبير جدا في الواقع. ورأينا يعني هذا الاجتماع مثلا على مستوى كبير جدا وعالي جدا سواء داخل بولندا أو على المستوى الخارجي، والاتصالات والتشاورات بين رئيس بولندا وبين رئيس حلف الناتو، ويعني دعوة بايدن بهذا الشكل وإيقاظه من نومه وإعلامه بما حدث هو أمر يعني يستحق التفكير، كي لا يعني تفكر روسيا يوم من الأيام أن تضرب تقريبا في الجهة المحالية. نعم عميد عبد الله، يعني فعلا سارع الرئيس الأمريكي إلى التحرك نحو الاجتماع، ولكنه في الوقت نفسه يعني رفض إطلاق أي تصريحات قبل يعني إجراء التحقيقات اللازمة وخروج نتائج التحقيقات اللازمة، ونفى أن يكون متوقعا أن تكون روسيا وراء هذه الصواريخ. نعم يعني هو بالتأكيد لا شيء يخفى على علماء التكتيك العسكري ويعني معرفة مدى تدمير أو القوة التدميرية لهذا الصاروخ، سواء كان يعني هو من شظايا أو من بقايا صاروخ ميمطة S-300 مثلا، أو يعني لآثار صاروخ أرض من الذين أطلقوا على البنية التحتية الأوكرانية. في الواقع يعني لا يحتاج التحقيق إلى زمن أكبر من هذا التحقيق، لأنه من خلال نظرة أولية يمكن معرفة القدرة التدميرية التي يعني أثرت على المكان الذي سقطت به. لذلك يعني أمريكا لم تطلق الاتهامات فوريا، لأنها عندما تطلق الاتهامات فورية بأنها صواريخ روسية ستكون ملتزمة بالرد مباشرة، لأن المادة الرابعة من يعني قانون حلف الناتو يقتضي بأن تتحرك الدول كلها المشتركة في حلف الناتو للدفاع عن أي عضو في هذا السياق. عميد عبد الله، يعني بولندا طالبت ومنذ اللحظة الأولى لسقوط الصاروخين بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو، يعني لماذا هذا الاندفاع برأيك؟ ألا ترى أن هناك من يدفع لربما باتجاه اندلاع حرب عالمية ثالثة؟ لا في الواقع يعني بولندا طبعا هي في البداية لم تكن تعرف من أين جاء هذا الصاروخ أو الصاروخين أو بقاياهما أو شظاياهما وقتل المدنيين. في الواقع يعني أي دولة تكون على جوارها دولة أخرى تجري فيها حرب وأمورها غير مستقرة، يعني الجيش فيها يكون بدرجة جاهزية قتالية عالية، لأن الحالة الطبيعية للجيوش هي الحالة الجاهزية القتالية العادية.
إذا الآن في بولندا والقرى ومولدافا عفوا والدول هناك يعني جاهزية قتالية عالية، جاهزة في أي لحظة لرفعها إلى الجاهزية القتالية الكاملة لدرجات الاستعداد، لديها درجة استعداد قتالي رقم 1، رقم 2، رقم 3. لذلك مباشرة نعم يعني هي قلقة، بولندا قلقة، مولدوفا قلقة، الدول المحيطة بها قلقة، لأن يعني تكون لديها تدابير احترازية بإطلاق الاتهامات أنه من قبل روسيا، أو أن ترفع جاهزيتها، أو أن تجمع يعني المجلس القومي الأعلى لديها أو المجلس العسكري الموجود لديها من أجل اتخاذ تدابير. لذلك يعني هي عندما قامت بهذا الزخم الكبير من الإجراءات هي محقة جدا، لأن الوضع من حولها يعني قابل للانفجار في أي طيب لحظة. بالنسبة عفوا بالنسبة لنتائج التحقيقات، نتحدث هنا عسكريا، هل تراها مقبولة عسكريا؟ ويعني هل يحدث مثل هذه الأمور عادة في الأعمال العسكرية؟ ما يعني لربما أنه لربما تتكرر هذه الحادثة؟ نعم، هو مقبول بشكل كبير جدا في الأعمال العسكرية، وخاصة في دولة تشهد حرب. يعني أحيانا تجد مثلا، وخاصة الصواريخ الروسية، يعني ذات الصواريخ ذات المراحل الثلاثة، أو يعني عندما تطلق صاروخ يتخلص من المرحلة الأولى ومن ثم يتخلص المرحلة الثانية ومن ثم يصيب الهدف. في الواقع مثلا الإسرائيلية على الأراضي السورية وضرب مواقع للإيرانيين فيها، أحيانا يتم التصدي بهذه الصواريخ، أحيانا تسقط في الدول المجاورة، أحيانا تسقط في اليونان، أحيانا تسقط في جزر قريبة من المتوسط، أحيانا تسقط في سوريا. يعني فترة من الفترات تصدت يعني بعض الصواريخ للطيران الإسرائيلي، سقطت الصواريخ فوق مناطق سكنية في منطقة مصياف. إذا هذا وارد وكبير جدا، والتحقيقات يعني نتائجها يعني ستكون مقنعة، لأن كما تحدث أن هناك اختلاف كبير جدا في سقوط صواريخ أرض وصواريخ بمطة أرض جو. هذا الموضوع يعني سيكون بمتناول الجميع ومطلع عليه الجميع، بأن ليس هناك عملا عدائيا، بل هو عمل طبيعي نتيجة الأهداف. وأحيانا يعني أحيانا تجد تغير الأحداثيات والمعطيات، أحيانا نتيجة تغير المناخ واتجاه الهواء وغير ذلك من الأمور الأخرى، أو أعطاء أحداثيات خاطئة، ربما يكون هناك يعني اتجاه مغاير لاتجاه الهدف. وكيف ونحن نتحدث عن يعني ضربة جوية كثيفة قامت بها روسيا، حوالي 100 صاروخ وكثافة صواريخ منطقة تصدت لها بهذه الكثافة، ربما يكون هناك أخطاء، وهذه الأخطاء يعني ليست بالخارقة أو الخارجة عن المألوف، وإنما هي عبارة عن أخطاء يعني طبيعية واعتيادية. طيب عميد عبد الله، مسارعة موسكو إلى نفي مسؤوليتها عن هذه الصواريخ، هل هو أمر طبيعي أم يشي عن خوف موسكو لربما بتوريطها بأي حرب وتبعاتها، يعني حرب عالمية ثالثة جرها إليها جرا؟ يعني روسيا عسكريا أصبحت أكثر عقلانية. في الواقع هي بالبداية كانت يعني مغرورة بأن هناك عملية خاصة لن تكون أكثر من يعني أسبوع، ومن ثم يتم السيطرة على كل الأراضي الأوكرانية. بعد أن قدرت الموقف الخاطئ بعد في البداية، أعادت تقدير الموقف بشكل صحيح نتيجة المعطيات الأمنية والاستخباراتية الاستطلاعية التي أعطتها إدارات الاستطلاع والاستخبارات لديها، وكان فشلا ذريعا لها. الآن بعد أن وجدت الهجمات المعاكسة الأوكرانية والهجمات الاستراتيجية الكبرى التي نفذت على خاركيف وعلى كييف، على إيزيوم وعلى سومي وعلى اتجاهات باتجاه دونباس وليمان وأيضا على خيرسون، وجدت روسيا بأنها يعني هي عاجزة أمام التصدي لأسلحة، كما قلت ليست أسلحة ذات دقة عالية كبيرة وليس أسلحة استراتيجية كبرى، هي أصبحت عاجزة أمام التصدي للحرب الإلكترونية. هنا يعني تعبير دقيق، هي عاجزة أمام الحرب الإلكترونية، أو بين قوسين الأمن، القوة السيبرانية لأوكرانيا المدعومة من الغرب بأن تتصدى لها روسيا. لذلك هي أصبحت الآن يعني رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده. لذلك الآن روسيا عرفت حدها بموضوع
بموضوع الأسلحة البرية، أسلحة الإشارة، أسلحة الإلكترون، أسلحة الهندسة وكل ما عدا ذلك، يعني أصبحت تقدره بشكل كبير، وأن قواتها ليست بهذه القدرة للتصدي إلى مثل هذا النوع كما نسميها بين قوسين أصناف أو صنوف المعركة المشتركة الحديثة التي تشترك فيها كل صنوف القوات من قوى برية وبحرية وجوية وإشارة واستطلاع وإلكترون وغير ذلك. فلذلك هي سارعت إلى تبني النفي من أجل أن لا تدخل نفسها في متاهات، فهي أصبحت الآن مهزومة معنويا وعسكريا أمام الداخل والخارج. بقدرتها العسكريه. نعم عميد عبد الله، يعني اخيرا، هل تعتقد ان جهود حل الازمه في اوكرانيا والتي تقودها تركيا ستنجح في ظل يعني هذا النفخ في النار التي تقوم به بعض الدول؟ يعني في الواقع هذه الحرب ما كانت يعني تبدا لتنتهي بسرعه. الان يعني لن تكون هناك يعني جهود مثمره بشكل واسع جدا، ربما احيانا تدخل مثلا تركيا في الواقع والتي تقود يعني جهود عقلانيه، في الواقع تركيا تقود جهود عقلانيه في كثير من الامور الاداريه التي تفضي الى مفاوضات مثلا بشان القمح، بشان الاسرى، تبادل الاسرى، اوضاع مختلفه يعني في المعركه. انما موضوع قتالي، الموضوع قتاليا هو بيد أوكرانيا وأمريكا وبريطانيا والدول الداعمة لمن؟ لأوكرانيا، ومرتبط أيضا بيد روسيا. الآن روسيا التي كانت يعني أمام العالم، وخاصة بعد أن يعني ارتكبت كل أنواع الجرائم في سوريا، وعلى لسان شويغو قال جربنا 320 سلاح من الأسلحة المتطورة، وسارعت معظم الدول إلى عقد صفقات مع روسيا على أن سلاحها هو الأجدى وهناك معارض للسلاح وغير ذلك. انتفشت روسيا، لكن سرعان ما يعني بين قوسين نفست هذه القوة وأصبحت في أعين الناس صغيرة، فهي لم تستطيع أن تؤمن قواتها إداريا، لأن الجيوش الكبرى يعني هي لديها الدعم الإداري اللوجستي في المعركة هو أهم من الدعم القتالي المستمر طيلة أيام المعركة. لربما لأنها دخلت حربا متكافئة. لا، في الواقع ليس يعني أنها حرب غير متكافئة. روسيا ضعيفة جدا، وحسب العقيدة الشرقية القوات التي تعمل بالعقيدة السوفيتية السابقة لا تعطي شأنا للمقاتل، وتعتبر أن المقاتل عبارة عن عدد ورقم. يعني روسيا أثناء تقدم القوات من اتجاه القرم من الجنوب باتجاه الشمال، القوات ضاعت على الجبهات، تدمرت على محاور تحرك، لم تستطيع روسيا أن تدعم القوات لا فنيا من أجل إخلاء العتاد المدمر، هذا يسمى خطوط الإمداد الفني، ولم تستطيع أن تقدم طبيا للعناصر المقتولين على الجبهات وعلى محاور التحرك. إذن هذا أثر كثيراً على الروح المعنوية لدى المقاتلين. عذراً على المقاطعة، كنت ضيفاً عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد، شكراً جزيلاً لك.